السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا طالب الثالث ثانوي، إن شاء الله هنراجع تركيب الدين النهاردة ومسائل عليه. أولاً إحنا هنعمل فيديوهين، الفيديو الأول لتركيب الدين سواء لطلبة العام أو طلبة الأزهر. الفيديو اللي بعده إن شاء الله اللي إحنا هنعمله هيبقى خاص لطلبة الأزهر السنة على RMM. طيب بداية بس عشان ناخد كل انواع المسائل تفصيلا، حمض الدي ان ايه اسمه الحمض النووي الدي اوكسي ريبوزي. كلمة دي ان ايه بالعربي اهو، خلي بالك معايا، اسمه الحمض النووي الدي اوكسي ريبوزي. طيب باللاتينة اسمه دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد. للتوضيح عشان كده جاءت كلمة دي ان ايه، معناها بالعربي الحمض النووي الدي اوكسي ريبوس، او بمعنى تاني الحمض النووي سمي نوعا داخل النوع الريبوزي بس منقوص الاكسجين، لان السكر ده تركيبه سكر اسمه ديوكسي ريبوز. لو انت فاكر خلي بالك الريبوز للتوضيح سي 5 اتش 10 او 5 ده سكر ريبوز. طب السكر ديوكسي ريبوز سي 5 اتش 10 او 4، ايه الفارق؟ بينقص ذره الاكسجين، نوع دي اوكسي ريبوز منقوص الاكسجين. طيب عشان كده سمي حمض نووي، يبقى اي يوجد داخل النواه وسمي ريبوزي منقوص الاكسجين. عشان كده عندي سؤالين، لما يسالني اين يوجد الدي ان ايه واين يحدث تضاعف الدي ان ايه، السؤالين داخل النواة بشكل عام، لكن احنا هنقسمها بس حتتين اهو، وخاصة الجزء المكرر على طلبة الأزهر السنة في حقيقيات النواة وفي أوليات النواة. في حقيقيات النواة أين يحدث ضغط دينه؟ داخل النواة. طب ليه؟ لأن النواة محاطة بالشحنة نووية، وده زي الإنسان زي الأميبا زي الفطريات، كل الممالك ما عدا مملكة واحدة اللي هي مملكة البدائيات، وأشهر مثال على البكتيريا. طيب أوليات النواة مثل البكتيريا اللي هي بكتيريا اللي أنت عارفها، بكتيريا القولون اللي هي بكتيريا الشعشعة الماي، هذه البكتيريا او اوليات النواة اين يوجد الدنيا عندها او اين يحدث ضعف الدنيا؟ يتضاعف في السيتوبلازم. طب ليه؟ لعدم وجود غشاء نووي، لعدم وجود غشاء نووي. عشان كده لو سالني، وانا سالتك سؤال قبل كده، لو جه قال لي ما مدى صحه او خطا العباره الاتيه؟ يتضاعف الدي ان ايه داخل النواة فقط. ايوه هتقول معايا العبارة غلط، الدي ان ايه بيتضاعف داخل النواة بس غلط. ليه؟ لانه قد يتضاعف داخل السيتوبلازم كما في اوليات النواة، تمام؟ لكن لو قال يتضاعف الدي ان ايه داخل النواة فقط في حقيقيات النواة، لا يبقى العبارة صح، العبارة صح. طيب ناخد ترتيب الدي ان ايه، راجعوا عليه سريعا عشان نكمل اللي هي المسائل. طيب نشوف كده مع بعض، عاوز نتكلم على تركيب الدي ان ايه. طيب بص معايا، اولا اي حاجه بلا وحده بناء وحده توظيف، خلي بالك كده، يعني مثلا على سبيل المثال الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه ليه وحدتين، وحدة البناء
ووحدة الوظيفة. تمام؟ وحدة البناء، وحدة وظيفة، اللي هي الوحدة البنائية أو التركيبية. مين الوحدة البنائية؟ اللي هي النيوكليتيدة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. أما الوحدة الوظيفية المسؤولة عن الوظيفة اللي هو الجين، الجينات، اللي هي العوامل المسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية. راجع بس جزء جديد كده، نفس النظام، العضلة. نفس الكلام، لها وحدة بناء ووحدة وظيفة. طيب افتكر معايا، مين وحدة بناء العضلة؟ الليفة العضلية. الليفة العضلية أو الخلية العضلية أو الخلية العضلية. أما أصغر وحدة بنائية للعضلة القطع العضلية اللي هي الساركومير. خلي بالك ده وحدة بناء. أما لو عاوز وحدة الوظيفة، طيب قبل ما نقولها عشان بس ما تلخبطش، أصغر لكن أصغر وحدة بنائية للعضلة هي الساركومير اللي هي القطعة العضلية. للقطعة العضلية، افتكر بس. طيب وحدة الوظيفة العضلة، الوحدة الحركية. لما يسألك سؤال سنة عامة، هي ليه الوحدة الحركية والوحدة الوظيفية؟ العضلة، لأن انقباض العضلات ما هو إلا محصلة انقباض جميع الوحدات المكونة لهذه العضلة. تمام؟ والوحدة الحركية أنت عارف بتتكون من حاجتين، من ليف عصبي حركي واحد يغذي عدد من الالياف العضليه. يصل هذه الالياف عددها من كم؟ من 5 ل 100. من 5 الى 100. عشان كده بسالك بس ما معنى، وانا هنعمل ان شاء الله فيديو خاص بالتطبيقات على الوحده الحركيه او مساله دوام الحركه، ما معنى ان الوحده الحركيه 1 الى 10 1 الى 5؟ الوحده اللي هو ايه؟ اللي في العصب الحركي. اي ان كل ليف عصبي حركي واحد يغذي عدد الالياف العضليه، يصل عددها 5 10 20 100 وهكذا. فدايما كل حاله وحده بناء وحده وظيفه. تمام؟ عندك مثلا لطلبه الازهر السلام دي الار ان ايه؟ الام ار ان ايه رسول. مين وحده بناء؟ الرايبونيوكليتيد. النيوكليتيد او تحديدا الرايبونيوكليتيد. مين الوحده الوظيفيه؟ الكودون اللي هو الشفر. طيب افتكر تاني كده اهو. يعني مثلا على سبيل المثال حمض الام ار ان ايه اللي هو الرسول ليه وحده ايه؟ بناء، وحده وظيفه. وحده البناء بتاعته ايوه الرايبونيوكليتيدا. وحده الوظيفه الكودون أو الشفرة الوراثية. الكودون أو الشفرة الوراثية. طيب أهم حاجة النهاردة أنا براي عليها بشكل عام حمض الـ DNA مما تكون من وحدات بنائية تسمى النيوكليتيدات. النيوكليتيدات. طب راجع بقى قبل ما ناخد مسائل كتير على النيوكليتيد. اتفقنا كده مين وحدة بناء الـ DNA؟ النيوكليتيدا اهو. يبقى الوحدة البنائية للدين هي النيوكليتيدا. مما تتكون النيوكليتيدا؟ تتكون من ثلاث مكونات. ثلاث مكونات: سكر خماسي الكربون، قاعدة نيتروجينية، ومجموعة فوسفات. طب نرسمها كده رسم الدين الجديد عليك، ارسم ورسم تركيب الدين نفسه عليك. تمام؟ اول واحد سكر خماسي اهو. سكر خماسي لما هي رقم من على اليمين. تمام؟ تيمموا كده فان في اليمين بركه اهو. واحد ادي اثنين
هذه ثلاث، هذه أربعة، وهذه خمس، ودي ذرة أكسجين. طيب قاعدة نيتروجينية، هتربط بذرة كربون كم؟ واحد بقاعدة نيتروجينية اللي هي ترتبط برابطة تساهمية. الربط هنا ربط تساهمي. طيب وخمس علامة كوتا فوسفات بي او 4 او تكتب بي مش مشكلة، معاك فوسفات ترتبط ايضا برابطة تساهمي، وده السكر الخماسي. تمام، يبقى مين تكمل البروتين ده؟ السكر الخماسي قاعدة نيتروجينية مجموعة فوسفات. طيب ركز معايا شوية مسائل كده، عدد النوكليوتيدات هي عدد جزيئات السكر الخماسي، هي نفس عدد القاعدة النيتروجينية، هي نفس عدد مجموعات الفوسفات، الأربعة بيساوي بعض. مش عاوزين نعملها مسائل، يعني هي مش عاوزين نعملها نظام أرقام أو نظام كده قوانين، لا، ما أنت بتعرف إن النوكليوتيد عبارة عن سكر خماسي، قاعدة نيتروجينية، مجموعة الفوسفات، بس. يبقى الأربعة بيساوي بعض، يعني لو قال لي مثلا جزيء دي ان ايه في 1000 نوكليتيد، 1000 نوكليتيد، كم عدد جزيء سكر خماسي؟ 1000 جزيء سكر خماسي. كم قاعدة نيتروجينية؟ 1000. كم مجموعة فوسفات؟ 1000. الأربعة بيساوي بعض، تمام؟ طيب ناخد واحدة واحدة، عدد القاعدة النيتروجينية، القاعدة النيتروجينية ديت خلي بالك عشان سألنا فيها كتير. في فارق، هما أربع أنواع في الدي ان ايه. هذه القواعد عبارة عن أربع أنواع مشتقات بقى كيميائية، يا إما قد تكون بيورين أو بيرميدين. يبقى هي في نوعين، بيورينات وبيرميدينات. بيورينات وبيرميدينات، هي كلمات لاتيني. كلمة بيورين معناها قاعدة نيتروجين ذات حلقتين، ذات حلقتين زي نظام الكيمياء، ودي تشمل حالتين، الادينين والجوانين، الادينين والجوانين. بقى عارف البيورينات قواعد نيتروجين ذات حلقتين تشمل مين ومين؟ الادينين والجوانين، تمام؟ طيب بتبقى عامله ازاي؟ كده حاله ثلاثيه مع حاله خماسيه. طيب في شكل تاني هنقوله، ده البيورينات، دي البيورينات. طب البيرميدينات دي قواعد نيتروجينية مكونة من حلقة واحدة بس، ذات حلقة واحدة فقط، وتشمل حالتين، تشمل الثايمين اللي هو التي، والسيتوزين اللي هو السي. تمام، ده في الدي ان ايه. طب في الار ان ايه؟ بدلا من الثايمين في يوراسيل، في يوراسيل اللي هو اليو ده، بدلا من الثايمين، يعني كده اليوراسيل قاعده بيرميدينيه، قاعده بيرميدينيه ذات حلقه واحده. يبقى خلي بالك ده الثايمين ده في حاله الدي ان ايه، يستبدل منه في حاله الار ان ايه اليوراسيل، ده الفارق. يبقى كده لو سأل عدد انواع القواعد النيتروجينيه، عدد انواع القواعد النيتروجينيه في الدي ان ايه اربعه، في الار ان ايه اربعه، في الاحماض النوويه خمس. طيب انت طالب يكتب حته اثنين، لو قال عدد مشتقات القواعد النيتروجينيه اثنين، بيورينات وبيرميدينات، ده تصريف كيميائي، دي ذات حركتين ودي ذات حركه واحده. طيب القاعده النيتروجينيه ترتبط بذره كربون رقم واحد برابطه تساهميه، والفوسفات ذرة كربون رقم خمسة برابطة تساهمية. طب في رابطة تساهمية كمان؟ بين النيوكليتيدات وبعضها. بين النيوكليتيدة وبعضها، يعني دي نيوكليتيدة وفي نيوكليتيدات تحتها هيرتبطوا مع بعض برابطة تساهمية. هيوضح كمان شوية بالنسبة للمسائل والأرقام. تمام، مجموعة الفوسفات ديت بترتبط ذرة كربون رقم كام؟ خمسة برابطة تساهمية. يبقى ده تركيب النيوكليتيد، سكر خماسي كربون، قاعدة نيتروجينية، مجموعة فوسفات. وآدي يعني قاعدة نيتروجينية في نوعين، بيورينات وبيرميدينات. طيب دي بيورينية، طب البيورينية بتبقى عاملة إزاي؟ أهو بحلقة واحدة. حلقة واحدة. زي اللي بتاخده في الكيمياء الرئوية اللي هو الإكسان الحلقي مع
مكون من حلقة واحدة، لكن دي ذاتها ايه؟ حلقتين، لكن دي ذات حلقة واحدة. طب احنا لما بنرسم عندنا في الأحياء، ما مش هنرسم كده ولا كده، ده بس لو جالي تعرف على الشكل. فبترسم ازاي؟ زي ما قلت كده، بص كده، ده الأدينين أو الجوانين ذات حلقتين. وهنا بقى عند التي والسي تبقى الحلقة صغيرة. يبقى في نسبة وتناسب كده، بس دي ذات حلقتين ودي ذات حلقة واحدة، يبقى دي برينات ودي برميدينات. طبعا لو ارن ايه بدل منه ايه؟ يوراسي. مظبوط؟ بدل منه يبقى يوراسي. تمام؟ بحالة الار ان يبقى هنا الحركة تبقى كبيرة، هنا تبقى صغيرة. تمام؟ زي ما بنقول دايما على طول فين؟ بنقول في حصة، ها؟ كبر الجي والايه؟ وصغر التي والسي. يبقى دي قاعدة بيرمينية ودي قاعدة بيرمينية. ده بالنسبة للجزء الأول على تركيب الدي ان ايه. تمام؟ هنشوف بعدها مسألة. طيب ناخد مسألة كده تطبيقا على اللي احنا خدناه في المراجعة دلوقتي. قطعة من الدي ان ايه، قطعة من الدي ان ايه مكونة من 200 زوج من النيوكليوتيدات. خلي بالك بقى في لفظ أول واحدة، قطعة. لما أذكر كلمة قطعة أو جين أو كلمة جزيء أو كلمة لولب دي ان ايه، أي كلمة من دولت، أي كلمة من الأربعة ده يدل على ان الدي ان ايه ده مكون من شريطين، نحن نسميه دبل هيليكس، معناه لولب مزدوج، اللي هو اطلق عليه واتسون كريك هذا الاسم. يبقى لو بذكر كلمه قطعه او جين او جزيء او لولب، ده معناه ان هو مكون من شريطين. عشان كده كتب 200 زوج من النيوكليوتيدات. خلي بالك كلمه زوج لا تستخدم الا مع اللولب المزدوج، يعني 200 زوج دي معناها 400 نيوكليتيد. خلي بالك 400 نيوكليتيد. كلمة زوج ما تستخدمش الا مع قطعة أو جزيء أو جين، يعني لولب مزدوج. وخلي بالك لفظ كلمة زوج، يعني أنت ما تاخدش بالك منها كل المسألة غلط، زي ما حصل في امتحان الثانوية العامة كتير كان في اختيار. طيب القطعة كم زوج؟ 200 زوج، يعني كم نيوكليتيد؟ 400 نيوكليتيد. أحسن عدد القاعدة الهيدروجينية. يلا عشان تقول معايا انت بقى، قاعدة ب 400. ليه؟ لأن احنا واخدين مما تتكون نيوكليتيدا سكر خماسي، قاعدة نيتروجينية، مجموعة فوسفات. تمام؟ يبقى عندك النيوكليتيدات 200 زوج، يعني 400 نيوكليتيدا، يبقى عدد القاعدة 400. طب أزواج القواعد، هنا عاوز المرة دي أزواج القواعد، يبقى 200 زوج عشان لو في اختيار. طيب قول لي بقى بالمرة، طب انا عاوز عدد البيورينات بالنسبه المئويه له، عاوز عدد البرميدينات بالنسبه المئويه له. عدد البيورينات انت عندك كم قاعده نيتروجينيه؟ 400. على طول عدد البيورينات هيكون 200 قاعده ونص. طب عدد النسبة المئوية 50%. طب البرميدينات القاعدة ذات الحلقتين ذات الحلقة الواحدة 200 قاعدة، بتشكل أيضا 50%. ازاي؟ طيب نشوف. أولا زي ما قال واتسون كريك، واتسون كريك قال إن درجات السلم بتكون متساوية، عرض درجات السلم متساوي. طب ليه؟ لأن دايما في مركب بيوريني مرتبط مع مركب برميديني، ده ذات حلقتين وده ذات حلقة واحدة، هيرتبطوا بروابط، روابط هيدروجينية.
هيكون عرض ده بس شبه كام حلقة؟ ثلاث حلقات، ده حلقتين وده حلقة واحدة بس، والنوع الرابع. طب مين مع مين؟ أنت فاكر الأدينين مع سايمين رابطتين هيدروجينتين. طب الجونين مع سيتوزين بثلاث روابط هيدروجينية، ثلاث روابط هيدروجينية، تمام؟ وبالتالي نص القواعد بيورين ونصها بيرميدين، 50% و50%، ثابتة ثابتة. طب انت عندك كم قاعدة؟ 400، يبقى 200 قاعدة بيورين، 200 قاعدة بيرميدين. طب لو طلب مفهوم خامس في نفس السؤال، أنا عاوز عدد درجات السلم، عدد درجات السلم، هي الدرجة بتاعت السلم مكونة من إيه؟ من واحد بيورين مع واحد بيرميدين، يبقى عدد درجات السلم 200 درجة، 200 درجة، طب ليه؟ لأن الدرجة عرضها ثابت دايماً، واحد بيورين مع واحد بيرميدين، فيبقى كام درجة؟ 200 درجة، لأن الدرجة الواحدة بتتكون من مركب بيورين مع مركب بيرميدين. عشان كده نقول لما يسألك عن اللي هي عرض درجات السلم متساوي، خلي بالك في الملحوظ المهم جدا قبل ما نكمل المسألة، بص كده، وضع الشريطين متوازيين عاملين زي بطبان السكك الحديدية، ده شريط دي ايه وده شريط دي ايه. طيب وده هيكل السكروفوسفات، ده هيكل السكروفوسفات كشكل تخطيط، ده قاعدة مثلا بيورينية ودي قاعدة بيرميدينية وبيرتبطوا بروابط، تمام؟ لو جه على سبيل المثال قال لي كمل، خلي بالك كده كمل الشكل اللي انا بقوله لك، وجاب لي الشكل ده مثلا، ونفس النظام هنا، أولا دي مركب ايه ده؟ بيوريني، لما زاد حركتين وده مركب بيوريني، زاد حركة واحدة، الحركة صغيرة، تعرف تكمل بقى واحد اثنين ثلاثة أربعة البيانات، أي واحد وثلاثة دي مركبات بيورينية ذات حركتين، تمام؟ طب واثنين وأربعة مركبات بيرميدينية ذات حركة واحدة. طب فين من الأدينين ومن الصايمين ومن الجونين والسيتوزين؟ واحدة واحدة. والله ده بيرتبط مع ده برابطتين، مين يرتبط مع اثنين؟ برابطتين هيدروجينتين، الأدينين مع الصايم، الأدينين مع الصايم، يبقى ده أدينين وده صايم. طب ليه؟ لأن ذات حركتين كبير وده صغير. طب هنا كام ربطة؟ ثلاثة، يبقى هنا الجوانين وهنا السيتوزين، تمام؟ مظبوط. هنا بقى دي بنسميها درجة سلم، درجة من درجة سلم. لو سؤال امتحان الأزهر التجريبي لو بيقول اكتب النص العلمي أزواج القواعد النيتروجينية المرتبطة مع بعضها، بتمثل أزواج القاعدة اللي هي درجات السلم، تمام؟ هنا بقى درجة السلم هنا دي درجة متساوية ولا لا؟ متساوية، لأنه واحد بيوريني وواحد بيرميديني، فحلقتين مع حلقة يبقى ثلاث حلقات، ثلاث حلقات. معنى ذلك لما يسأل سؤالين علم هو ليه شريط الدي ان ايه متوازيان؟ ليه عرض درجات السلم متساوية والمسافة بينهم واحدة؟ المسافة بين الشريطين بتكون متساوية. أي سؤال من كل ده؟ نفس الإجابة، حيث إن الدرجة من درجات السلم بتكون مركب بيوريني ذات حركتين مع مركب بيرميديني ذات حركة واحدة، أهو فيكون عرض درجة السلم ثلاث حلقات، ثابتة ثابتة. طب لو طلب هنا مثلا في المطلوب السادس، أنا عاوز عدد الحلقات الموجودة بدرجات السلم، عندنا كم درجة من درجات السلم؟ 200 هتضرب في 3، طب ليه؟
لانه عرض راس من ثلاث حاجات اتفقنا، دي خلي بالك زاد حركتين ودي زاد حركه واحده، يبقى تساوي كام؟ 600 حركه وهكذا. تمام، ده في اول جزء المساله. هنكمل على نفس المساله برضه، نكمل على نفس المساله. شوف احنا بناخد حاجه هاي، لو جالك اختياري، لو جالك مساله صغيره، الكلام ده كله تفصيل. طيب نكمل نشوف مثلا لو طلب بعض الحاجات الثانيه. طيب نكمل بقى على نفس المساله، احنا هنكمل على نفس السؤال. لو طلب مني احسب المطلوب السابع مثلا عدد جزيئات السكر الخماسي، ايوه هتقول 400، لان عدد كان الكريتيدين 400، معاك جزيئات السكر الخماسي 400. اتفقنا ان 3 حاجات بيساوي عدد الكريتيدات بيساوي عدد القواعد بيساوي عدد جزيئات السكر الخماسي بيساوي عدد مجموعات الفوسفات. طيب المطلوب الثامن، لو طالب عدد مجموعات الفوسفات وسكت هيساوي 400. طب لو جاب انا عدد الفوسفات الحره وقال لي المرتبطه او غير الحره، مجموعات الفوسفات الحره او اسمها الطرفيه، تمام، او الطليقه هيكونوا كام؟ 2، لانه ده جزئين، ده جزئين. اللي انت عارفه في واتسون كريك، واحده بدايه شريط واحده في نهايه شريط، واحده في بدايه شريط، يعني وضع شريطين متعاكسين، واحد 5 متر والثاني 3 5، عدد مجموعات الفوسفات الحره او الطرفيه كام؟ 2. طب المرتبطه هتساوي 400 ناقص 2 398، تمام، لان وضع الشريطين مالهم متعاكسين، عشان بس الوقت فاحنا عارفين عدد مجموعات الفوسفات الحره والطريقه دائما 2، ايوه في القطع او الجزئين، لكن لو مفرد شريط مفرد واحد هتبقى مجموعه بس. طب المرتبطه بتاخد الكليه اللي مديهولك 400 مليون في جدول تطرح منهم 2، يبقى الباقي اسمها مرتبطه، تمام. طب لو طالب عدد مجموعات الاو اتش اللي هي الهيدروكسيد هيبقوا 2 بس، هيبقوا 2 بس اللي هم الحره، واحده بدايه شريط واحده نهايه شريط، يبقى المرتبط صفر. مش علينا تفصيلا في الحاله، هو قال بس عدد مجموعات الاو اتش الحره، تمام. طيب ناتي بقى لاهم حاجه، اهم حاجه احنا بنتكلم عليها وهي اللي بيجي كتير في السؤال، عدد اللفات. انا عاوز خلي بالك عدد لفات هذه القطعه. طيب عدد اللفات خلي بالك لو بصيت على جزئين دي منين؟ اهو ده الشريط الاولاني والشريط الثاني فوق ايه؟ معاكس له، تمام. دي من اول هنا لهنا اسمها لف. لو فاكر كم دي ده؟ هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقصادها 10 في الشريط الثاني، يبقى معنى ذلك خلي بالك ان اللفه فيها كام نيوكليتي ده؟ 10 نيوكليتي ده في الشريط الواحد، يبقى كده عدد اللفات، عدد اللفات اهو، عدد لفات الدي ان ايه بتساوي عدد النيوكليتي ده. هنقسم على 10 او هنقسم على 20؟ هنقسم على 10 لو كان شريط مفرد واحد، نقسم على 20 لو كان لب مزدوج. لو عاوز عدد الوحدات يبقى عدد لفات في 10 20، لو عاوز ال 10 لا يبقى استعبط، تمام. بس هو الفكره هنا، هنا مستخدم كلمه قطعه، يبقى نقسم على كام؟ على 20، او ممكن الازواج على 10. خلي بالك يعني ممكن اقول لك اهو عدد النيوكليتيدات عندي قطع على 20 تساوي عدد كم نيوكليتيدات؟ 400 على 20 يبقى 20 لف. طيب ممكن نقول عندي قطعه عدد الازواج بتاعت النيوكليتيدات على 10
كلمة الأزود دي لا تستخدم إلا مع لولب المزدوج. عندك كم زوج؟ 200 زوج على 10، دي كم لفة؟ 20 لفة بس. يبقى لو أنت عاوز عدد اللفات يبقى عدد الأمنيتات على 20، أنا بتكلم على لولب المزدوج أو الأزواج على 10. طب لو شريط مفرد مفيش حاجة واحدة بس، عدد الأمنيتات على 10 مش حاجة تانية. طيب بالمرة بس عشان نعلق على حتة مهمة، بالمرة خلي بالك. خلينا بقى ايه في سؤال تاني غيرها، مسألة تانية. هو لو جيت قال لي مثلا انا عندي قطعة من الـ DNA بتحتوي على 150 لفة، سؤال ثانوية عامة ده اختيار، قطعة من الـ DNA فيها كم لفة؟ 150. السؤال بيقول كم عدد النيوكليتيدات بتاعت هذه القطعة؟ عدد النيوكليتيدات، انت عندك كام لفه؟ 150، هي دي القطعه مع لولب مزدوج، يبقى 150 في 20 3000 نيوكليتيد. لا، سؤال اسئله عامه ما كانش عاوز عدد النيوكليتيدات، ده كان عاوز سؤال اختياري، عاوز عدد ازواج النيوكليتيدات، او عاوز عدد ازواج القواعد الناتجين. أو بصيغة تانية أهو، دي أو دي، تمام؟ دي أو دي، أزواج النيوكليتيدات أو أزواج القواعد. هنا نضرب في 10، 150 في 10، أبص عدد الوفاق، عدد الأزواج على 10، الأزواج عدد الوفاق في 10، 1500 زوج، اللي هم 3000 نيوكليتيد، بس بنتكلم على اختيار. الرقم خيار ما بين 3000 و 1500، 1500 انا كان عاوز ازواج عشان يحلوا لي، انا عندهم حاول معيز كده ما بشوفوش، بس هو ده الفكر، ازواج، لكن انا عاوز يوكليتيدات. الحته الثانيه كان برضه في امتحان ثانويه عامه السنه اللي فاتت، حته مهمه جدا، يعني معناها مثلا لو جه قال لي انا عندي جزئين من الدي ان ايه، وليكن مثلا به 18 نيوكليتيدا، عند قطعة من جزيء الـ DNA، جزيء قطعة من جزيء الـ DNA فيها كام؟ 18 نيوكليتيدا. هنا بقى في فرق سؤالين، خلي بالك سيبنا من دي خالص بقى، مسألة تانية خالص، يقول لك احسب عدد لفات هذه القطعة، احسب عدد لفات هذا القطع، تمسك ال 18 تقسمها على 20، تمام؟ تقسمها على 20، خلاص 36، معلش 36، يبقى هنقسم ال 36 يوكليتين على 20، تمام؟ طيب هنقسم هتطلع 18 على 10، 1.8 من 10، 1.8 من 10 لف، عدد لفات قد ايه؟ 1.8 من 10. طيب اللي يهمني بقى ده سهل، اكتب رقم زي ما يطلع. السؤال بتاع الثانويه العامه السنه اللي فاتت، انا عاوز عدد اللفات الكامله لهذه القطعه، خلي بالك ده كان الدرجه، خلي انت تضيع ضيع الفاضي. عدد اللفات الكاملة، هو الرقم كان طالع كام؟ 1.8 ده اللفات، العدد اللفات كاملة لفة واحدة فقط، لفة واحدة فقط بس، تمام؟ لفات كاملة، ما تقولش الكاميرا باتنين، لا ده لو واحد بص هو 99% برضه واحد، مش اسمها تقريب. هنا هنا ممكن تقرب لو في اختياري بس، تمام؟ لكن عاوز لفات كامله ما كملش، بدل ما كملش اللفه الثانيه بتكتب واحد. طب لو هي مثلا طلعت 2.1 يبقى اللفات الكامله 2، طلعت 2.9 اللفات الكامله 2، وهكذا. هنا عاوز لفظ اسمها لفات ايه؟ كامله، لكن لو جه لفات وسكت خد الرقم من دول 36 على 20 تطلع 1.8 اكتبها زي ما هي، طلعت 1.7 اكتبها، 1.5 اكتب زي ما هي. اما لما بقول لفات كامله تبقى لفه واحده فقط. طيب في الجزء اللي هنا بقى عاوز اكمله،
اللي هو الطلب مطلوب فيه عدد الروابط الهيدروجينية، عدد الروابط الهيدروجينية، تمام؟ خلينا في نفس المسألة كده اللي احنا بادئين بيها الحصة. هو بيقول لي قطعة من الدنيا فيها كام؟ 200 زوج، يعني 400 نيوكليتيدا. بيقول لي مثلا بفرض ان هذه القطعة بتحتوي على وليكن مثلا هنقول 50 قاعدة من الأدينين، 50 قاعدة أدينين، تعرف تجيب لي الباقي؟ أيوه، الأدينين 50، احسب عدد القاعدة الأخرى. لو أنا هنجيب عدد الصايمين على طول الأدينين والصايمين بيساوي بعض، على طول هو مين اللي بيتجوز مين؟ الأدينين بيتجوز مع الصايم، الإيه مع التي، رابطة تانية، عدد الإيه بيساوي تي، طب والجي؟ مع السي على طول، تمام؟ عارف انت نظام الجبر؟ ايوه اللي تفتكره، الايه؟ منجسر مع مين؟ التي، الادينين مع الصينين، طب والجونين مع السيتوزين. فهنا السؤال الادينين 50 يبقى صينين 50. طب باقي القواعد يبقى كده عدد الجي زائد السي هتساوي 400 للعدد الكلي ناقص 50 و50 100 يبقى تساوي 300. اذا انت عارف ان دائما عدد الجي بيساوي عدد السي، احنا بنتكلم على اول المستوى، 300 على الاثنين فيها 150. لو جمعت انت بقى خلي بالك حته مهمه جدا، الادين مع جوانين البيورينات اللي هي مين؟ ادينين مع الجوانين هتبقى 200، 50 و 150. طب والبرميدينات اللي هي التي مع السي 150 و 50 هتطلع 200، يبقى النص 50% 50%، يبقى نص قاعد بيورينيه نص قاعد برميدينيه على طول. طيب لو عاوز النسبة المئوية، لو عاوز النسبة المئوية، عاوز نسبة مئوية لأي حد منهم سهل زي بالظبط موال النتيجة. يعني أنت لو عاوز النسبة المئوية للأدينين يبقى عدد الأدينين على العدد الكلي للقواعد والاضراب في 100. ده بنقول أنا مجموعي، المجموع الكلي واضرب في 100. وطبعا قلنا الكلام ده الحمد لله كتر خيرهم يعني موقع الوزاره بسم الله ما شاء الله بيديك النسبه اللي هو جاهزه عشان حد ما يقعدش يحسب لا الحسبه ولا حاجه، تمام؟ على طول بس عشان يبقى ماسك اي حاجه يضرب فيها. طيب نسال الله العفو والعافيه يعني. الادنين هنا بقى عدده 50. طب والكلي 400. خلي بالك بتحسب على العدد الكلي مستوى العدد مش الازواج. نضرب في 100، تمام؟ هتطلع تقريبا 12.5%، تمام؟ يبقى عدد الادنين على طول او نسبه الادنين كام؟ 12.5%. طب الصايمين زيه 12.5%. طب الجونين والسيتوزين في حلين، يا تكسب 150 على 400 في 100 تطلع النسبه، او في حل ثاني. طب ما انا بنقول ان نسبه الجونات 50% على طول. نسبة 50%، إذا على طول نسبة الجوانين بقية 50%، 50% ناقص 12.5%، معاك آلة حسب آخر السنة بقى، تمام؟ تقريبا بيطلع كام؟ ها؟ تقريبا 37.5%، تمام؟ 37.5%، يبقى السيتوزين 37.5%. عاوز تعملها بقى بتقول عدد اللي هي 150 على 400 في 100 هتطلع نفس الرقم. اخر سؤال في الجزء ده وهو بالمره بقى عدد الروابط الهيدروجينيه بالمره الجزء ده، خلينا على نفس الرقم، خلينا على نفس الرقم. طيب نشوف كده بس حاجه، احنا خلينا بس في الرقم ده اللي احنا عاوزينه. احنا عندنا
الادني كم؟ 50. وجبنا الصايمين 50 والسيتوزين هو والجوانين كل واحد 150. على نفس السؤال، لو قال لي احسب عدد الروابط، خلي بالك بقى فيها واحد، قال الهيدروجينية بين الأدينين والصيمين، بين الجوانين والسيتوزين، قال احسب عدد الروابط الهيدروجينية في لولب الدي ان ايه او جزيء دي ان ايه او في هذا القطر، الثلاثة دول، وعاوز رابط بين الاي والتي بين الجي والسي، وعاوز ساعات بقى يقول لك عاوز رابط الهيدروجين كلها مرة واحدة، فلابد تجيب واحد واثنين مع بعض. لسه متفقين احنا ما بينهم شوية، مين اللي مرتبط مع مين؟ الادينين مع الصايمين برابطتين، والجوانين مع السيتوزين بثلاث روابط. يبقى كل ادينين وصايمين بينهم رابطتين هيدروجينتين، والجوانين السيتوزين بينهم ثلاث روابط. طب انت هتعتمد على القواعد، انت عندك الادينين كام؟ 50، صايمين 50. يبقى السؤال هنا بقى هتاخد 50 واحدة منهم وتضرب في اثنين، سبت الاثنين سبت الاثنين من الاي والتي، يبقى 100 رابطه هيدروجينيه. طب الجوانين والسيتوزين، احنا عندنا الجوانين والسيتوزين 150 اضرب في ثلاثة، تمام؟ لانه هنا الرابط بينهم ثلاث رابط، يبقى 450. يبقى عدد الرابط كلها كام؟ اجمع الاثنين مع بعض بس خلاص، خلصت. 100 زائد 450 550 رابطة هيدروجينية. وساعات بيقول لك انا عاوز عدد رابطة هيدروجينية، فلما تجيب دولة هنا رابطة في اثنين هنا رابطة في ثلاثة. اللفظ الثاني الأخير وهو اللفظ المجازي اللي هو عشان ما تلخبطش اللي جه في امتحان الأزهر سنتين، اللي هو عاوز عدد رابطة هيدروجينية، اللفظ المجازي رغم انه خطأ، ثنائية. ويقول لك انا عاوز رابطه هيدروجينيه ثلاثيه مجازا، مش مظبوط، اللفظ خطا صراحه للامانه، مش حاسبها رابطه هيدروجينيه ثنائيه وثلاثيه، الكلام ده على التساهميه ماشي، لكن هنا هنعتبره مجازا. لو قال احسب عدد رابطه هيدروجينيه ثنائيه زي اللي سنتين في امتحان الازهر بيساوي عدد الادينين او الصايمين، عندك الادن كام؟ 50 والصايم 50 بس، يبقى عدد رابطه هيدروجينيه بيقول 50 رابطه هيدروجينيه ثنائيه اللي هم 100 رابطه هيدروجينيه و50 اثنين. بس لفظ مجازي مكرر علميا خطا مش مظبوط، لكن عشان في امتحانين انت حاضر وعندك سؤال فيه اكتر من كتاب خارجي. طب ثلاثيه هيساوي عدد الجي او السي، هيساوي عدد الجي او السي كام؟ 150 رابطه، يبقى اسمها 150 رابطه هيدروجينيه ثلاثيه. اما لو قلت رابطه هيدروجينيه يبقى 150 3 450، هي بنفس المعنى، لكن الاصح نقول رابطه هيدروجينيه، اصح نقول رابطه هيدروجينيه، كلمه دي او دي مجازا الناحية العلمية مش مظبوط، لكن احنا بنعديها خلاص عشان المسألة. ده بالنسبة للروابط الهيدروجينية وبعض المسائل، احنا لسه بس في أول فيديو بننزل بس عن مسائل الدي إن إيه، وهنعمل فيديو صغير كمان مثلا ربع ساعة الحياة أو تلت ساعة عن باقي مسائل الدي إن إيه، سواء العموي الأزهر، تمام؟ تابعنا بقى إن شاء الله تفصيلا، ربنا معاكم بالتوفيق إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.